السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بكم يا شباب في فيديو جديد من ماين ماينكرافت النهارده احنا عندنا شرح بسيط فيديو بسيط جدا ازاي تقدر تنزل افضل شادرز واحد 1.21 واي نسخه اقدم من كده واي نسخه اقدم من كده ان شاء الله في الفيديو ده هتعرف طريقه تثبيت اي شادر انت محتاجه وكمان في الفيديو تقدر تعرف افضل شادرات موجوده للنسخه حاليا طبعا في الفيديو ده يا شباب هعرفكم برده ازاي تقدر تثبت فاين لو انت جهازك محتاج الاوبت عشان يزيد لك الاف بي اس عندك ومحتاج الاشياء اخرى طبعا في الفيديو ده اعرفك ازاي تثبته تابع الفيديو للنهايه جميع الروابط اللي انا هجيبها في الفيديو النهارده موجوده في وصف الفيديو تحت مع ترتيب الشرح تابع الفيديو وركز فيه حته حته ما تطولش عليك اكتر ما تنساش اللايك والشير اشترك في القناه لو ما كنتش مشترك طبعا لو انت جاي تدور على نسخه الموبايل ففي في قائمه تشغيل موجوده تحت في وصف الفيديو موجود فيها اكتر من 50 فيديو لنسخه على الموبايل قائمه التشغيل دي بنزل فيها بقى اكتر من ثلاث سنين اخر فيديو نازل لسه من يومين فممكن تخش تشوف انت بنفسك تلاقي احسن حاجه انت محتاجها انما من الفيديو بتاع النهارده نسخه الجافا اكيد مش نسخه الموبايل تابع معايا الفيديو للنهايه ما اطولش عليك اكتر لو انت عندك اي استفسار رابط الديسكورد بتاعي تحت رابط الانستجرام تحت وبس كده تعال نبدا نبدا مع بعض في اول خطوه طبعا جميع الروابط اللي انا اذكرها في الفيديو هتكون موجوده في وصف الفيديو تحت بالتدريج بناء على الرابط اللي انا بجيبها في الاول يعني ده اول رابط هتلاقيه موجود اول رابط تحت في الوصف الرابط ده بتاع المود بتاع ايرس او اللي هو مشغل الشادرات اللي هو ايرس الرابط هتلاقيه موجود في وصف الفيديو تحت يدخلك على الموقع الرسمي بتاعهم طبعا انت تخش تنزل تعمل داونلود للجار اللي موجود هنا ده هينزل عندك في الداونلود ده كده اول ملف هتحتاجه عشان تقدر تشغل الشدارات عندك ثاني رابط هتحتاجه هو رابط الجافا 21 للمعلومه يا شباب اي تحديث بعد تحديث 1.20.4 كان بيشتغل على الجافا القديمه اللي هي جافا 17 انما الوقت اي تحديث بعد تحديث 1.20.4 بقى بيحتاج ان انت تنزل له جافا 21 فدي حاجه اساسيه جدا ان انت تنزلها عشان اي ملف جاره تنزله عندك على الجهاز مش هينفع يتقرا الا بالبتاع بالنسخه دي من الجافا طبعا الرابط ده اللي موجود تحت لو انت بتستخدم اي نسخه من البتاع من الثلاث نسخ ديا لينكس او ماك او ويندوز طبعا هنزل النسخه اللي هي ال 64 طبعا هتنزل عندك في الدولة الرابط الثالث اللي انا سايبه لك تحت في الوصف لو انت بيحصل لك مشاكل مع ملفات الجار عندك على الجهاز البتاع البرنامج ده هيحلها لك اللي هو الجار فيكس الرابط ده هتلاقيه ثالث رابط موجود عندك في وصف الفيديو تحت نزل البرنامج ده لو بيحصل عندك اي مشاكل في لما تيجي مثلا تفتح جار او ملف جار عندك ملف جافا عندك بيحصل فيه باج ولا بيحصل فيه اي حاجه نزل بتاع البرنامج دون واعمل له تسطيب عندك وهو هيحل لك المشكله دي نيجي لاخر رابط موجود عندنا الرابط ده يا شباب هتلاقيه موجود فيه انا اصلا الرابط ده متعلم زي ما انتم شايفينه كده بنفس المنظر ده انا عامل في خانات البحث هنا اللي هي الشذر و ل 1.21 طبعا يا شباب الفيديو دون هيكون لاي حاجه اي اصدار ما بعد 21 او ممكن لو انت عايز تطبق نفس الشرح ده على تحديث قبل كده ممكن من اللحظه دي اعرفك ازاي تقدر تجيب الشدرات اللي انت محتاجها لاي تحديث انت شغال عليه دلوقتي طبعا انا هسيب لك الرابط ده موجود في وصف الفيديو تحت انا عامله على السلوه الواحد فاصلة واحد وعشرين لو انت تحديث اي تحديث تاني كل اللي انت تعمله ببساطه تنزل بتاع للفلاتر اللي تحت دي هتلاقي مكتوب هنا جيم فيرسون او نسخه الجيم بتاعتك هتختار النسخه اللي انت محتاجها ايا إن كانت نسخه قديمه او نزل نسخه احدث من اللي احنا بنلعب عليها الوقت دي هتختارها عندك انا وليكن مثلا اختار النسخه اللي هي 1.21 بعد ما تختار النسخه اللي انت عايزها بيظهر لك هنا الشدرات اللي موجوده او اشهر الشدرز اللي موجوده اللي بتاع النسخه اللي, اللي انت مختارها طبعا انا هعمل بتاع الفيديو النهارده بالبتاع باستخدام اللي هو الشدر دول والمناسبه دول افضل بتاع شدرات موجودين للعبة لحد دلوقتي اللي هي 1.21 فلو انت عايز اي واحد منهم هتلاقوهم برضو نفس الرابط ده موجود في وصف الفيديو تحت هقول لك ازاي لو انت عايز تجيب للنسخة اللي انت محتاجها دي او للمشغل اللي احنا بنستخدمه في الفيديو النهاردة لو انت مثلا احنا دلوقتي بنستخدم ايرس فانت هتخش على البتاع اللي هو الشيدر اللي انت محتاجه طبعا انا هستخدم الشيدر ده النهارده هتروح لللي اللي موجود هنا دي هنا تلاقي مكتوب هنا الجيم فيرجن بتاعك فهتختار احنا مثلا النهارده هنستخدم اللي هو الايرس طبعا في الفيديو ده برضه هنعرفك ازاي تنزل فاين بس ده يكون في اخر الفيديو الوقت احنا هنركز الوقت على ان احنا ننزل بتاع الشيدر ده بتاع ايرس فانا اضغط هنا على ايرس هيجيب لي البتاع اللي هي هيجيب لي البتاع النسخ اللي هي موجوده احدث نسخه موجوده اللي هي 5.22 اتنين اتنين دي طبعا انا هضغط عليها ضغطه وبعدين هضغط هنا على داونلود الوقت هو هينزل لي النسخه المتطابقه مع مع المشغل اللي انا اشتغل بيه دلوقتي فالوقت انا انزلها طبعا هياخد منك بتاع خمس ثواني ولا حاجه وهينزلها لك عندك في الداونلود كده مهمه بتاع التنزيل تقريبا خلصت عشان اخلصك من الرابط لو انت محتاج اللي انت تنزل فاين فالرابط بتاع فاين هتلاقيه موجود في وصف الفيديو تحت هتلاقي نفس الرابط ده موجود في وصف الفيديو تحت، طبعا هتخش على الرابط هتلاقيه موجود هنا بالبتاع بالمنظر ده، هتحتاج ان انت تنزل لاخر خيار تحت موجود اللي هو هنا فاصله واحد وعشرين، الوقت انا عايزك تركز معايا في حاجه بسيطه، اظن انت هتشوف هنا مكتوب نسخ معينه من اللعبه، زي مثلا هنا السناب شوت رقم كذا وهنا السناب شوت رقم كذا، وهتلاحظ اللي موجود هنا تحت واحد فاصله واحد وعشرين بس موجود هنا جنبها كلمه ريليس مثلا ريليس رقم اتنين ريليس رقم ثلاثة وريليس رقم اربعة انا وليكن مثلا في الفيديو بتاع النهاردة انا استخدم اللي هو ريليس رقم اتنين يعني اللي يكون تحديث واحد فاصلة واحد وعشرين بس الريليس رقم اتنين الوقت انا هنزل البتاع دون ونروح للخطوة اللي بعد كده طبعا بتلاقي ملفات دي موجودة عندك في الداونلود فدور عليها في الداونلود هتلاقيها الوقت انا هاخد لها كت واحطها في ملف عندي هي دي كل الملفات اللي احنا نزلناها النهارده طبعا احنا نبدا دلوقتي باللي هو الايرس انا دلوقتي اشرح لكم على الايرس وبعدين اشرح لكم ازاي تشغل الاوبتيفاين قبل اي حاجه انت هتحتاج اللي انت تنزل الجافا 21 فهتلاقي البتاع الجافا 21 موجود هنا بتاع كده لما نكبر البتاع الايقونات عشان تكون واخد بالك هتلاقي مكتوب هنا جي دي كي 21 هتحتاج ان انت تثبتها عندك على الجهاز انا دلوقتي هثبتها عندي على الجهاز انا عشان مثبته قبل كده فهو بيقولوا بتاع السوفت وير دي موجود عندك فانا اقول له نو no انا مش عايز اثبته مره تانية بس انت لازم تثبته قبل ما تعمل اي حاجه احنا هنعملها دلوقتي وللاحتياط ثبت اللي هو الجي الجار فيكس كمان معاك عشان لو يحصل لك اي مشاكل طبعا انا ثبته قبل كده فمش محتاج ان انا اثبته مره تانية دلوقتي بقى نروح على الخطوه اللي بعد كده وهي خطوه مهمه برضه الوقت انت هتضغط ضغطتين على الملف اللي هو بتاع ايريس انستولر هيجي الواجهه دي هتتاكد ان انت حاطط على كلمه ايريس اونلي ومختار الملف اللي هو دوت ماينكرافت. طبعا يا شباب النسخ بتاع الشرح ده اغلبه هيكون على بتاع النسخه الاصليه لو انت عندك النسخه الكراك فممكن اعمله شرح بعدين بس بتاع الشرح ده انا يكون على النسخه الاصليه الوقت اللي انت كل تضغطه على كلمه انستول اتاكد ان هي موجوده ايرس اونلي على النسخه اللي انت محتاجها واحد فصل واحد وعشرين لو انت محتاج اي نسخه ثانيه بتختارها من هنا ايا كانت النسخه ودي النسخه المدعومه عندي لو انت عايز تعرفها على اللي هو الايرس فالوقت هتختار تضغط انستول وهو ببساطه هينزل لك الأيريس عندك على على اللانشر عندك الوقت بعد ما تضغط كومبليت هتروح تفتح اللانشر بتاعك اول ما تفتح البتاع اللانشر عندك هتلاحظ اللي مكتوب تحت هنا ايرس ات سوديوم فور واحد واحد فاصلة واحد فانت هتروح تختاره وبعدين تضغط بلاي طبعا هيحمل معاك شوية وبعدين هيفتح لك اللعبة الوقت بعد ما تفتح اللعبة هتلاحظ اللي مكتوب هنا ماينكرافت واحد فاصلة واحد فابريك مودد فانت كده البتاع الايرس شغال عندك بدون اي مشاكل، الوقت عشان تحط الشدر اللي احنا كنا نزلناه في اول الفيديو هتضغط على اوبشن فيديو سيتنج بعدين هتروح هنا على شذر باك، طبعا انا منزل شويه شذرات عندي هنا، دلوقتي بتضغط على بتاع الكلمه اللي تحت دي اوبن شذر باك فولدر هتلاحظ ان انا موجود عندي هنا شذرات منزله قبل كده، دلوقتي هتروح تشوف انت حاطط فين الشدر اللي انت كنت منزله. وتعمل له دراج اند دروب ممكن تعمل له دراج اند دروب في اللعبه مباشر وممكن تعمل في الملف اللي انا وريته لك دلوقتي انا عن نفسي اعمل له دراج اند في اللعبه مباشر فالوقت هتلاحظوا اللي هو موجود هنا هو انا الوقت هختاره وطبعا هسيبكم اعدادات اللعبه زي ما هي واروح افتح عالم من اللي عندي مبدئيا كده عشان تقدر تشغل فاين عندك محتاج على خطوه بسيطه جدا طبعا احنا قلنا في من شويه واحنا بننزل بتاع فاين اللي احنا اخترنا نسخه معينه من بتاع من النسخ اللي كانت موجوده قدامنا انا عن نفسي اخترت اللي هو ريليس رقم اثنين فتحتاج تعمل حاجه بسيطه دلوقتي معايا هتروح على الانستنيشن عندك تعمل نيو اه انستول وتروح تختار نفس النسخه اللي انت اخترت الاوبت فان بتاعها طبعا انا زي ما قلت لكم انا اخترت سناب شوت 1.21 رقم اثنين فانا الوقت هختاره وطبعا هسمي له اسم واختار له اي حاجه اعمل له كرييت طبعا هتلاقيه موجود هنا اول والمفروض ان انت تشغله مره واحده بس عندك هتعمل له بلاي يخليه يشتغل عندك طبعا الخطوه دي عشان ما يحصل لكش اي مشاكل هتلاحظوا ان البتاع اللي شوت موجود هنا بدون اي اضافات فالوقت انت هتقفل بتاع تقفل اللعبه وهتروح على الملف القطفان اللي انا قلت لك ازاي تنزله هتضغط عليه ضغطتين هتلاحظ اللي هو جاب لك هنا الامتداد بتاع اللعبه اللي هو دوت ماينكرافت موجود عندك في في الرومنج وهتلاحظ اللي هو موجود هنا النسخه اللي هي نسخه رقم 2 هتضغط بس انستول هيجيب لك الرساله الغريبه دي هتضغط اوكي هتستنى لحظتين ثلاثه هيجيب لك الوقت اوبتفاين سكسسفلي انستولد فالوقت انت كده خلاص نزلت الاوبتفاين الوقت اللي انت هتحتاج تعمله هتحتاج تفتح اللانشر مره ثانيه بس اول ما تفتح اللانشر عندك هتلاحظ تحت اللي موجود اوبتفاين سناب اعمل بلاي سيبك من الرساله دي وافتح اللعبه وجرب اظن ان انت هتلاحظه تحت اللي مكتوب جنبها هنا مودد فالوقت هحتاج ان انا اخش اعمل كريت نيو لان بتاع النسخه دي سناب شوت غير اللي احنا كنا بنلعب عليه الوقت هتلاحظ ان اللعبه شغاله معاك بكل هتضغط اف 3 هتلاحظ اللي موجود فوق مكتوب 21 ووبت فاين شغال بدون اي مشاكل والبتاع للتاكيد لو انت ضغطت حرف C في اعمل زوم ده كان عند الفيديو النهارده